مرحبا بكم، هذه هي تيبياوين في قلب الصحراء الجزائرية أو في أقصى الجنوب الجزائري مع برج باجي مختار تيبياوين، وهذه هي المراعي الخضراء في هذا الخريف بعد تساقط الأمطار الكبيرة. تيبياوين الجزائرية أصبحت وكأنها في فصل الربيع مع هذه المناظر الخلابة، وهناك عدة بحيرات في وسط الصحراء امتلأت بالمياه جراء الأمطار الكبيرة في هذه الأيام، يعني قطعت حتى الطرق في تيمياوين والطرق المؤدية إلى برج باجي مختار بسبب الأمطار الكبيرة التي تتهاطل يعني على الجنوب الجزائري لمدة أسابيع في الحقيقة، أمطار تقريبا يومية على مدينة تمنراست.